النمر الناري، العضة الملتهبة. قرن الوعل، الضربة المتقلبة. هاي رؤى، ستنخفض طاقة ضربتك حتى النصف إن لم تراعي الوقت المناسب. أضيفي إلى ذلك، يستطيع خصمك صد ضربتك بسهولة إن كان قوياً. هذه بعض نقاط ضعفك، عليك أن تتعلمي حركة جديدة بسرعة. تعطي النصائح وكأنك المدرب. ماذا؟ بدأنا الشجار. كيف حال التدريب؟ المدرب؟ أتاني اتصال الآن. الخصم التالي فريق السباع البرية. قلت السباع البرية؟ هل خصمنا فريق قوي؟ وصلوا إلى ربع نهائي مسابقة السنة الماضية. أكثر ما يجعلهم مميزين قوتهم البدنية العالية. هذا هو الكلام، أشتاق إلى هزيمتهم. ثقته بنفسه زائدة على الحد. سأنشغل بالإعداد لاحتفال يوم غد، لذا سأغيب. هل سيكون هناك احتفال في الغد؟ ستقيم المدرسة عرضاً رياضياً يشارك فيه السكان في البحر. لحظة، هل هذا يعني أن علينا التدرب خارج المدرسة يوم غد أيها المدرب؟ نعم، أظن ذلك. على كل حال، تستطيعون التدرب قدر ما تشاءون اليوم. وداعاً. مجبورون على منافسة فريق قوي كالسباع. لا تقلقي يا رؤى، أنا لها إن احتاج الأمر إلى القوة. أعطي الخباز خبزه حتى لو أخذ نصفه. ألا تستطيع التمييز بين بطنك المترهل وعضلاتهم المفتولة يا... ماذا تقول؟ بطني مترهل؟ هل تقصد السخرية بكلامك؟ هل يسمى هذا البطن عضلات؟ أيها المغرور، هيا واجهني. أستطيع هزيمتك الآن. سترى بعينيك الآن مدى قوتي الحقيقية. قوتك أم قوة بطنك؟ لا أستطيع احتماله. واحد، اثنان، انطلاق. يا إلهي، زدت قوتي قليلا. من فعل هذا بك؟ ماذا سنفعل الآن؟ كنت أعلم أنكم ستحدثون المشكلات. أرجوك هيا قل شيئا يا سيدي المدير. أخبرني، هل الوحش الصخري بخير؟ نعم، أظن أنه بخير. أنت تصمت ظهرا وتنطق دررا. عليك تطبيق سياسة المدرسة. إلحاق الأذى بالمدرسة عليه عقوبة شهر، وعليكم تنظيف الحمامات وتنظيم المكتبة وسقاية النبات، وذلك ساعتين كل يوم، ولا يسمح لكم براحة يوم واحد. لكن هناك منافسة علينا خوضها. ليس لي علاقة بمسابقتكم. أظن أن كلامي واضح. هل توافق على تأجيل هذه العقوبة حتى انتهاء المنافسة؟ ليس هناك مشكلة في تأجيل العقوبة إلى أن... لا يسمح بذلك. ألست من وضع القوانين وأمرتنا بأن نلتزمها؟ في الحقيقة كنت سأقول ذلك. لماذا سياسة المدرسة صارمة كل هذه الصرامة؟ من وضع القوانين؟ لن أكذب عليكم، فأنا من وضع تلك القوانين. ما الذي دفعك إلى هذه السياسة؟ ما الذي دفعكم إلى كسر الشاشة؟ هل نستطيع استبدال تلفاز جديد بهذا؟ نادراً ما تنطق بكلام مفيد. حسناً، سنطبق سياسة المدرسة حتى تستبدل ذلك التلفاز. العقوبة قائمة. هدفنا المركز الثاني. ها قد أتى. ما كان الجواب؟ لم أنجح، وبختني أمي. حقا؟ قالت علي أن أتحمل مسؤولياتي. رواد، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المنزل. ماذا؟ نحن نحاول أن نحل المشكلة، هل تريد الذهاب هكذا؟ أنتم سبب هذه المشكلة. هل تخليت عنا في هذه المحنة؟ لا أملك النقود، أخبرني إن كنت أفيدكم في شيء آخر. ماذا نفعل؟ يجب أن نصل إلى حل عاجل الآن. لما لا نجمع كل نقودنا؟
لا نستطيع بهذا المال شراء مذيع قديم مهترئ. أنت كم لديك من النقود يا تامر؟ بطاقة ائتمان. ممتاز، كل ما كان ينقصنا فتى غني مثلك يا تامر. لكن رصيدي لا يتجاوز 50 قطعة. أظن أن مجموع نقودنا يقارب 100 قطعة الآن. ماذا سنفعل بهذا المال؟ انتظروا، ألا نستطيع أن نشتري تلفازا مستعملا؟ هل نستطيع أن نجد تلفازا رخيصا يا عم؟ أهلا بكم، لدي 100 قطعة. هل يمكننا إلقاء نظرة؟ إنه أكبر من هاتفي بقليل. في الواقع نبحث عن تلفاز كبير له شاشة مسطحة. كما تريدون، لكن سعره يقارب 500 قطعة. ترى أين يمكن أن نجد تلفازاً كبيراً بسعر رخيص؟ أخشى أن نحرم المنافسة في تلك البطولة. بسام، رميت رميتك وسببت لنا كل تلك المشكلة الشائكة. لا تلقي باللوم علي وحدي، كنت شريكي. اسمعا جيداً يا بسام وتامر، هذا ليس وقت الخلاف. رؤى، بسام هو من بدأ العراك ولست أنا. لم يطلب أحد إليك السخرية من بطني. لقد قلت الحقيقة. احفظ لسانك. تعالوا انظروا هنا، جائزة المركز الثاني تلفاز كبير. حقا؟ ستحل المشكلة، سندخل المنافسة. اتصلوا برواد. لا تنسوا أن هدفنا المركز الثاني. سنحتل المركز الثاني، سنأخذ ذلك التلفاز. لن نسمح لأحد بأن يأخذ هذا التلفاز منا. هيا. مرحبا يا شباب، هل أنتم مع آبائكم؟ معذرة، نحن مشتركون هنا. أنتم مشتركون؟ إذن أرجو لكم التوفيق. لماذا يضحك هكذا؟ ستبدأ مسابقة البلبل على الرأس والقدمين المربوطتين، ليستعد جميع اللاعبين. لماذا تشاركون يا شباب؟ إنها قصة طويلة. يريدون الجائزة. كيف انتهى بي المطاف معك من بين اللاعبين؟ سأعتزل هذه اللعبة. كفاكما تذمرا، سباق توازن البلبل أسهل عليكما من سباق السرعة لأنكما بطيئان. هل فهمتما كلامي أم لا؟ لقد فهمنا. مرحبا يا بني. أبي؟ لا تتحمسا كثيرا، سنفوز بالجائزة ونسافر في تلك الرحلة. واثقان جدا بالفوز. لماذا نكون واثقين؟ ولكن كان يقول إن هناك رحلة سياحية. على كل متسابق أن يضع الطبق على رأسه ويقف عند الخط. هل أعطوك طبقا يناسب رأسك؟ توقف عن الهراء. 1 2 انطلاق. ما بهما، لماذا يركضان هكذا؟ هل سينهيان السباق؟ لقد خسرتما. لا تنسيا الكلام الذي قلته لكما. أخبرني إن كنت مستعداً. أنا مستعد. عمل رائع، تابعا على هذا المنوال. تابعا الركض بهذه السرعة. لقد نجحنا. لقد احتلا المرتبة الثانية، أفضل من المتوقع. كان هناك تهديد من قبل. ماذا قلتي؟ إن لم يحققا نتيجة فسأضمن بقاءهما مربوطين معا طول النهار. إذا لهذا السبب كانا يركضان وكأن شيئا خلفهما. فك هذا الوثاق بسرعة. لما لم تركضا بهذه السرعة في المباراة؟ ليس مهما، فك وثاقنا الآن.
حان وقت المرحلة الثانية، سباق الركض بالتناوب. يرجى من كل اللاعبين الاصطفاف عند خط البداية. سيطلق أول متسابق البلبلة ويعطيه المتسابق الثاني الذي سيعطيه المتسابق الأخير، وسيحاول المتسابق الأخير إيصاله إلى خط النهاية. يجب أن نحتل المركز الثاني كي نبقى في أمان. عليهم أن يقوموا بعمل جيد مثلنا، لا أقل من احتلال المركز الثاني يا شباب. وضعنا على المحك. يكفي ثرثرة وشجعانا يا رؤى. أمي، هل شاركتم حقا في السباق؟ أخبرتك أن القصة طويلة. عليكم ألا تحلموا كثيرا، لأنه في نهاية النهار سيفوز أباؤكم برحلة إلى الخارج. عليك أن تشجعينا لأنني مشاركة. سأمنحكم كل الحب والتشجيع بعد عودتي من رحلتي. المدن الجميلة في انتظارنا. ما هذا؟ مولعة بالسفر. هيا لنبدأ الآن. واحد، اثنان، انطلاق. هيا أسرعي يا رؤى. سأفوز بالرحلة، أكاد أصل. رؤى هيا أوصل. هيا. حسنا. لقد عرقل. لقد خسرت الآن. لا، أنا لم أخسر بعد. إذن أكمل. أنا في مشكلة. لقد عرقل. أصبحنا في المركز الأخير. أسرع يا سليم. ما الذي تفعله يا سليم؟ هاي! أسرع يا سليم. هيا تابع الركض. أسرع، أنت متأخر جدا يا سليم. لن ننجح إلا بهذه الطريقة. التقط يا رواد. سألتقطه وأتابع من هنا. هذه حماسة الشباب. تابع بهذه الحماسة فأنت أمننا الآن. اقتربت من خط النهاية. هيا. باور توب بليت. واحد، اثنان، انطلاق. ألعاب تحدي جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت. إننا في المركز الأول. نعم، لكننا لا نريد المركز الأول. ماذا سنفعل؟ يجب فعل شيء. المركز الأول. تريدون التذكرة؟ ألم يكن التلفاز هدفكم اليوم؟ أجل، لكن لم نرد أن نحرز المركز الأول. يصعب إحراز المركز الثاني عن قصد. المرحلة التالية فيها مباريات البلابل، فلتقم بحساباتك لتتحكم في اللعبة. سننفذ المطلوب. حان وقت الحدث الأهم. ستكون لعبة البلابل القادمة مؤلفة من لاعبين في كل فريق. أرجو من اللاعبين الاستعداد. يجب أن نحرز المركز الثالث أو الرابع في مباريات البلابل. نصير في نصف النهائي. ستكون المباريات مشابهة للتدريب الذي نفعله. وضعنا ممتاز الآن. سيشارك من يتمرن على البلابل فقط. علينا الانتباه جيداً. ممتاز، نستطيع بمهارتنا أن نستعمل حجراً بدل البلبل. على أي حال علينا اختيار اثنين من الفريق ليلعبا. الأمر لا يهم لأننا أقوياء، فلنلعب حجر ورق مقص. ممتاز، هيا لنبدأ. حجر ورق مقص. لقد فزت. لماذا لا تشاركنا يا رواد؟ لا أهتم. نستطيع تدبير أمرنا وحدنا. وأنا أظن ذلك. وأنت يا بسام، ما رأيك؟ أجل، لعبانهما رؤى وبسام.
ستكون المسابقة لعبة بلابل مزدوجة بوجود لاعبين من كل فريق. في حال استبعاد بلبل واحد ستنتهي اللعبة. ستقسم الفرقاء إلى مجموعتين ألف وباء، وسيلتقي الفائزون في النهاية. لن نتهاون أمامكم يا عم. أظن أنكم شباب مندفع. واحد، اثنان، انطلاق. لنهجم من فورنا. أيها البلبل، الضربة المباشرة. هل أنت خائف؟ لن تخيف أحدا هكذا. هذا اللاعب لديه مهارة تنقصه طاقة كبيرة ليهزم بسام. اضربه الآن. لا لا، انتبه. هيا، هل أنت خائف يا عم؟ توقف عن العبث وأنهي المباراة يا بسام. حسنا، ضربة الصخرة المتدحرجة. لقد فاز هذا الفريق. استطعنا الفوز حقا، قمت بعمل رائع. كان الأمر سهلا، مهاراتي أكبر من ذلك. هذا الفوز الذي نحتاج إليه تماما. انتقل فريق البلابل الفائز إلى نصف النهائي. خصمنا التالي إما فريق الآباء وإما فريق راكبي الدراجات. هذا ممتع. أوه، ما العمل إن فاز فريق الآباء؟ سنواجه أبي وفريقه. لقد فزنا. فلنحجز التذكرة. فريق الآباء في نصف النهائي. الضربة المزدوجة. نجحت مهمتنا. فاز فريق المجندين على فريق المتسلقين في المباراة الثانية للمجموعة باء. أما في المباراة الأولى فقد فاز فريق رجال الإطفاء على فريق سائقي السيارات. سنبدأ مباريات نصف نهائي المجموعة ألف. أرجوك لا تقسي علي يا رؤى. مضطرة إلى مواجهة والدتي. ستكون المباراة بين الآباء والأبناء شائقة. تذكروا أن هدفنا المركز الثاني. واحد، اثنان، انطلاق. هل هذا مستوى اللاعبين المشاركين في البطولة الوطنية السنة؟ لكنني لم أبدأ حتى الآن. حقا؟ إذن سأبدأ. ضربة توصيل الفطار. ما هذا؟ لقد كان والدك في صغره لاعبا ماهرا. إنه يمتلك مهارته الخاصة. والد بسام لاعب رائع جدا. لن أتساهل أبدا. الوحش الصخري، الضربة الدفاعية. تساهلي يا ابنتي. أنا أتساهل حقا. لم تكن ضربتك سيئة. هل تريد الفوز علي بهذه البساطة؟ ضربة الصخرة المتدحرجة. يا إلهي، هدفنا المركز الثاني، علينا أن نخسر المباراة. لقد نسيت. لا. هيا يا قرن الوعل، نفذ ضربة التصدي. الآباء يفوز. جيد أنهم فازوا. ماذا بك؟ هدفنا المركز الثاني وليس المركز الأول، هل نسيت ذلك؟ لقد أخذتني الحماسة في المباراة. يصعب اللعب من أجل تحصيل نتيجة معينة. في الحقيقة عذر أقبح من ذنب. لولا تصرف رؤى السريع لكان الأمر منتهيا. لقد نفذت حركة إسعافية. هل نحن واثقون بإحراز المركز الثاني؟ ترى من الذي تأهل لنهائي المجموعة باء؟ فريق المجندين. إن قمنا بحساب جميع النتائج. ما الذي حدث؟ ترى الأخطاءنا في الحساب يا تامر. هناك احتمال واحد لنجاحنا، يجب أن يفوز فريق الآباء وإلا فسيكون التعادل. هذا يعني أن على والدي ووالدتي رؤى الفوز. أظن أن هذا سيكون صعبا. لماذا؟ انظر. يحيا فريق المجندين. هيا، سنفوز. يبدو أنهم أقوياء جدا. إذن يجب علينا أن نضع خطة محكمة. لم أتذوق فطيرة كهذه من قبل. بالهناء والشفاء، علينا أن ندخل المباراة بكامل قوانا. أبي، عليك بذل جهدك للفوز في المباراة القادمة. اطمئن يا بني، سنفوز. الأمر ليس بهذه السهولة لأن خصمكما قوي. لقد قررنا أن نساعدكما. خسرتم عمدا أمامنا والآن تساعدوننا.
إن جائزة المركز الثاني هي التلفاز، وهذا ما نريده تماماً. لا أعلم لماذا تريدون التلفاز حقاً، لكن لا بأس. إذن لنبدأ التدريب. أخيراً سيبدأ أكبر حدث اليوم، ستنطلق المباراة النهائية للبلابل، كونوا مستعدين. أبذلي جهدك كي تفوزي في المباراة. لا تنسى الاتفاق الذي بيننا يا أبي. أعطيتك كلمتي ولن أتراجع أبداً. سنفوز بتذكرة الرحلة السياحية. واحد، اثنان، انطلاق. لا نريد أن يطول الأمر، هيا نبدأ الهجوم. هجوماً مباشر، الضربة المندفعة. إنه يهجم بشكل قوي من بداية اللعبة. استعملي مهارتك. ترى هل علي أن أنفذ تلك الحركة؟ لم لا؟ سنقوم بالهجوم الكاسح. نفذيها. حسناً، الدخان المنبعث. ما هذا؟ إنه دورك يا أبي. لقد فهمت. ضربة توصيل الفطائر. لقد فاز بالبطولة فريق الآباء. أرأيت، لقد فزنا. فزنا بتذكرة الرحلة المرتبة الثانية. أرأيت أنني أستطيع الفوز؟ ترى هل أبليت حسناً؟ كنت مذهلة. تعاون الجميع وخرجنا بالنتيجة المطلوبة يا أبي. ما تقوله صحيح. سأقول لكم كلمة صغيرة، أنتم مذهلون يا شباب. لقد نفذتم معدكم تماماً. انتبهوا، عليكم أن تكونوا حذرين. حاضر. لن تسلم الجرة في كل مرة. لن نعيدها. حسناً إذن، عليكم بدء التحضير من أجل منافستنا للسباع البرية. حاضر. علينا نبدأ التدريب. هيا سنسعى للفوز. توقفوا عن الركض. ماذا أفعل بكم؟ في الحلقة القادمة سنخوض نزالاً شرساً ضد فريق السباع البرية. لا تغتروا بصغار سنهم، لأنهم يفوقون المحترفين الكبار في لعبهم. هذا كلام. ماذا تقول تحليلاتك يا تامر؟ ألن تتحفنا ببعض الاكتشافات الخطيرة؟ أجل، البلاتينيوم هو السر. ماذا تقصد؟ هذا ما يجعل بلابلهم ثقيلة وقوية. إن عرف السبب بطل العجب. وأنا متحمس ولا أعلم إلى أين ستأخذني حماستي. باور توب بليت. واحد، اثنان، انطلاق. ألعاب تحدي جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم، وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.